مساء الخير. يبدو كل شيء بخير حتى فجأة يتغير كل شيء. تنقلب الحياة من وردية إلى سوداء، تتغير المشاريع، تنكسر الطموحات وتذبل الأحلام، لأن فجأة وبدون أي سابق تصور حصل ما لم يكن في الحسبان، فقد أتت الإعاقة فجأة. بينما تمشي الحياة بأهداف ومخططات مرسومة، تأتي الإعاقة لتعرقل وتشل وربما تقضي على الأحلام. فكيف تبدو الحياة بعدها؟ وكيف تستمر؟ وماذا لو أتت الإعاقة من غير حسبان وصارت جزءا من حياتنا؟ ماذا لو أتت الإعاقة فجأة؟ عنوان حلقة الليلة من نقطع السطر، وفيها منتوقف عند هالمسألة لفتح نافذة إيجابية مع تقارير لشخصيات تخطوا الإعاقة وأكملوا الحياة بكل طاقة. مشاهدينا، اتصالاتكم نتلقيها عبر الهاتف وتعليقاتكم عبر الاس ام اس وصفحتنا على الفيسبوك. ضيوفي بالاستوديو لليلة الاب فادي جندح، الاعلامية دكتور نادين فغالي، المعالجة النفسية والمرشدة الاجتماعية دكتور ماري انج نهرة مرعي. مساء الخير ضيوفي، واهلا وسهلا فيكم معنا بحلقة الليلة. رح ابدا معك دكتور نادين، قديش برايك من الصعب انه تجي الاعاقة على حياة الانسان على غفلة فجأة؟ هيك كل شيء وارد بالحياة، يعني نحن ما بنملك اللحظة يلي نحن عايشين فيها ولا اللحظة يلي جاية، فكل شيء متوقع بالدنيا، لأنه الحياة عبارة عن مفاجآت وعن تجارب منعاشة، فكل دقيقة جاية ممكن نتوقع فيها كثير قصص. صعب كثير إنه نحن يصير عنا إعاقة على فجأة، لأنه ما بنكون متحضرين نفسياً. بس هون دائماً بنطرح سؤال إنه الإنسان شو بيسوى؟ نعم، بنفكر حالنا أوقات كثير قوية، نحن كثير عظيمين، نحن ممكن نطال السماء إذا بديك، بس بلحظة صغيرة بنحس إنه نحن منا شيء، بلحظة بنكون صرنا ولا شيء، بمجرد إنه نحن نمرض، مش يصير عنا إعاقة، مجرد أو نمرض أو نفكر صحيح. إنه ممكن يكون عنا مرض صحيح. صعب معين. كتير أكيد أكيد، هذا الشيء بهز كيانه للإنسان صحيح. أبونا فادي، مساء الخير مرة جديدة، وأهلا وسهلا فيك معنا الليلة. يعني في ناس بيقولوا إنه أتت الإعاقة بالصدفة، قديش هالتعبير تعبير الإعاقة يعني بصدفة هو تعبير بمحله؟ هل في صدفة بحياتنا كمؤمنين عند الله؟ هل في صدفة؟ أنا بشوف الحياة هي مسيرة، هي مسيرة بتبلش من طفولتنا لشبابنا للشيخوخة، وبقلب هالمسيرة في مطبات، في أشياء حلوة، في أشياء سيئة، في أشياء صعبة، في تحديات، ومن بين هالتحديات هي الإعاقة لما بتجي على غفلة بعمر متقدم. ما في شيء صدفة، ما في شيء صدفة بالحياة، الحياة هي مسيرة، وبكل مسيرة الإنسان في شيء بده يعيشه، في شيء بده يفتح قلبه تيقدر يعيشه. فأنا بالنسبة لي نحن بحياتنا كمؤمنين ما في شيء صدفة، كل شيء هو بمخطط الله لحياتنا حتى ننمى ونكبر بعلاقتنا معه. نعم، إذا الصدفة هي إنكار للعناية الإلهية اللي نؤمن فيها نحن. بالنسبة لي وللكنيسة نعم، الصدفة هي إنكار للعناية الإلهية. نعم دكتور ماري أنج، بتسود الدنيا وبتنقلب علينا، حتى انه البعض بيشعر وكانه خلص وقفت الحياه لما بتوصل الاعاقه فجاه. طبيعي طبعا، بحي العمر اللي كان، بس هيدا هون بدنا نرجع كمان لعمره، للشخص اللي متلقي الصدمه. نعم. لانه اذا كان مراهق بيكون مفعول شيء، واذا كان راشد مفعول شيء، واذا كان طفل مفهوم شيء. نعم. نحن بنعرف انه هو عجيب من شخصيته. رح نكون مع ثلاث حالات، وثلاث حالات اصيبوا بمراحل مختلفه من حياته، وراح بنعلق عليهم بسياق الحلقه لنشوف وين الاختلاف وكيف الشخص بيقدر يتقبل واي متى بيقدر يتخطى هيدا الشيء. لانه في طبعا في اضطراب بالهوية اولا، هيدي بالحد الادنى، يعني هويته بدها تضرب، والهوية بتبنى على اسس معينة. لو بدنا نشوف كيف انبنت هيدي الهوية، هل هي عندها اضطرابات شخصية بالاساس قبل الاعاقة؟ يمكن هو ضعيف الشخصية غير الشخص القوي اللي بتصيبه الإعاقة، يمكن يكون عنده حالة هستيرية قبل الإعاقة والإعاقة بدها تزيدها، يمكن يكون شخص مهووس والإعاقة بدها تسبب يعني مشكلة إضافية. إذا كثير مهم أولا بناء الشخصية، نفهم شو تركيبتها قبل ما نقيس قديش وقع هالصدمة اللي هي الإعاقة على الشخص، بيأثر أو ما بيأثر. نعم. وتاني شغلة، ولكن قد ما تكون الشخصية قوية ومؤهلة ومحضرة، يعني في بالمرحلة الأولى صدمة.
الصدمة في يعني عالم مظلم حوالينا، في عنا أطرافنا بطلت تستجيب لنا، يمكن جسمنا بالكامل بعد ما كنا نحن أشخاص عم نقوم بعملنا، عم نمارس حياتنا بشكل كتير طبيعي. بس شوفي جولي، في أشخاص بيتجاوبوا مع الصدمة بشكل كتير حلو، في أشخاص بيتجاوبوا مع الصدمة بطريقة مرضية أكتر، يعني بيستسلموا وبيصيروا. بيتهوفن عمل أكبر وأحلى مرسوم ميوزيكال، أنا عم بحكي فرنسيه، ولا أحلى مقطوعة موسيقية عملها بيتهوفن، كان أطرش. بيتهوفن كان يعمل موسيقى وهو بيسمع كتير منيح، كبر بالعمر وقد ما سمع موسيقى طرش. أحلى السيمفوني التاسع، النوفيام سيمفوني، عملها كان أطرش حتى ما سمعها. يعني قصدي أقول لك أنه وقع الصدمة على الإنسان فيها تكون كتير إيجابية إذا هو أصلاً بنيته قوية، وطبعا إذا تأمنت ظروف حواليه. رح نحكي أكثر بسياق حلقتنا معك دكتور ماري أنج، كيف بنقدر نتغلب على الإعاقة، ليش ناس بتفشل وناس لا، بالتفاصيل شو المراحل اللي بنقطع فيها. ولكن هون دكتور نادين حكيت إنه قديش الإنسان بيكون مفكر حاله هو مهم وقادر يطال السما، وفجأة عند أقل شغلة بحس حاله ولا شيء. دايما بنتوقع الأسوأ بحياتنا، بس لما يصير معنا بننهار. صحيح. بتعرفي مش بس نحن بننهار، كمان في شيء تاني هو كتير مهم، الناس اللي حوالينا قد بيدعمونا وقد هن كمان ممكن ينهاروا، هالشيء أثر علينا. يعني الشخص يلي بيوقع بهيك مشكل هو بطل لوحده، صار كمان اللي حواليه يمكن أهله أصحابه قريبينه كل هو اللي بيوقعوا بذات المشكله، وبالتالي بتكبر المشكله عنده اكثر لانه ما عم يقدروا يعطوه الدعم الكافي. لانه اوريدي هو ضعيف ومنهار، فاللي حواليه اذا كمان عم بيعيشوا ذات الحاله سليمه بيزيدوها عليه. كثير صعب انه الواحد عن جد كثير صعب، نحكي كثير ويمكن نشفى او نتعاطف مع الناس يمكن اللي عندهم اعاقه، بس هو الشخص بحد ذاته لما بيفكر بحالته بيقول انه انا طب انا بكره اللي جاي كيف بدي اتقبله، طب انا حالتي لشو. كلنا بنفكر فيها اذا عملنا ديبرشن صغيره كيف تنفقد عضو من اعضائنا او ما نقدر نصير مثلا مشلولين او يعني بالنهايه انه الانسان يحكي مثل ما عم تقولي دكتور نادين وينظر كثير سهل، ولكن يكون عم بعيش الحاله هون بتختلف الامور الاسريه. يعني بنقول بتصير مع الاخرين ما بتصير معنا، ما بحيث ما بنفكر معنا هون بتختلف كثير الامور. دائما ابونا فادي الانسان عند اي ازمه اول سؤال بيطرحه ليش أنا؟ شو لازم يكون الجواب؟ ليش انا؟ لانك انت مختار لحتى تكون عم بتعيش شيء جديد بحياتك. لو هالشيء كثير صعب، لو هالشيء بيحمل تحديات كثير عميقه، لو هالشيء بيوجع وبيألم، انت مختار تتكون بي وبألامك وبوجعك عم ترجع تولد من جديد للحياة. أنا بعرف كتير ناس حاملين إعاقة على بعمر كتير متقدم حملوا هالإعاقة هيدي، تبدلت حياتهم للأفضل. بس لما فهموا الإعاقة كنعمة مش كنقمة. بس عم نحكي كتير بشعرية هلأ عن الموضوع. أنا عايشها كاختبار، ولكن هلأ رح نشوف شهادات بحلقتنا ورح نشوف أنه لا، في اشخاص مثل ما عم بيقول اب فادي قدروا فعلا يحولوا هالاعاقه لنعمه. انا عايشه مع والدتي يلي اجتها اعاقه مرض بعمر كتير متقدم، وقدرت هي بشخصيتها. من الصعب جدا بالاول نقول انه هيدي نعمه او نقدر نتقبل الوضع مثل ما هذا الشيء. اكيد بده نضوج، بده تحضير، يعني في مراحل بده يقطع فيها، ورح نحكي عن المراحل 100%. مثل ما قال الدكتور انه المهم كمان نضوج الشخص، قديش هو محاط، قديش هو محمول من هالاشخاص اللي حواليه، هذا الشيء بيساعده تقدم أكثر بمسيرته صوب القبول. نعم، ولكن شعور طبيعي أنه نطرح هيدا السؤال. أكيد 100%. إذا ما طرحنا السؤال يعني إحنا مش فهمانين شيء من حياتنا حتى أساساً. في ناس بيصوروا على الله وبيعتبوه وبيعتبروه عقاب. ما رح أخذ الإجابة من حضرتك لأنه عندي سؤال لك بفكرة مواجهة، هل الإعاقة اللي بتجي فجأة ومتأخرة هي عقاب من الله؟ هون دكتور ماري أنج، الإنسان أمام الصدمة بيمرق بعدة مراحل، وحكينا عن ليش أنا يمكن هي اللي بتقطع بمرحلة الغضب اللي بيقطع فيها. صحيح. الإنسان شو المراحل وأبرزها اللي بيقطع فيها؟ شوفي أول شغل النكران، أنا ما بني شيء، أنا ماشي حالي وبقدر أقوم، هذه مرحلة الصدمة تدخل ضمن إطار الصدمة. بكون بعده بالمستشفى، بكون مش قادر يحرك إجري، بيجي بدي أقوم من التخت،
بعدين بيشوف انه الواقع غير ذلك. نعم. فبيكل الصدمه وبيتاكد انه عن جد ما بيقدر يحرك حاله. فاولا طبعا النكران، وبيقدر يعيش مرحله النكران فتره طويله، يعني بيقدر نعم. يضل عايش باوهام فتره طويله انه رح صح بكره رح يصير اقدر امشي بكره رح هيدا، بيكون هو رافض فكره انه هيدي خلص لا عوده الى الوراء فيها. هي اول نقطه. ثاني نعم. نقطه، من بعد النكران بيجي مرحله النقمه على الاخر، مين ما كان يكون هالاخر. الولد الصغير على طول بحط حق على امه انه اذا تخانق مع صاحبه الحق على الماما. نعم. آه، والحاله المرضيه نفس الشيء، بس يكون في اعاقه الحق على الله، ليش نحن مش غيرنا؟ ليش الحادث صار معي مش مع فلان؟ شو عامل لاستحق هيك؟ شو هيدا قصاص؟ هيدا قصاص؟ ليش شو عرفتي؟ بصير هون وجع الضمير والقلق والخوف، هي كلها بده يقطع فيها. بعدين طبعا بيجي الرفض كليا، بيرفض العلاج، بيرفض انه يتجاوب مع المحيطين فيه، وبصير بده يعني في بعض الاشخاص بيصلوا لفكره الانتحار، يعني انا بفضل استسلم، يعني بنوصل الاستسلام الاحباط الى درجه انه لا شو خلص مش حرزان مقطشين اجري، لا شو بدي كفي حياتي، بفكر هالقد بانه ينهي حياته بسبب هيدا الموضوع. بيسموها بوقت من الاوقات الحداد، يعني عم نحد على الحياه اللي كانت قبل الحياه الكامله. وبعدين يتاقلم ويبتدا بالتاقلم، وطبعا هون كمان في مراحل ثانيه لعمليه التاقلم والاندماج بمجتمع جديد وبعوايد جديده. اذا التاقلم هو تقبل واقع الجديد، بده يتخلص من الحياه بالماضي ويقتنع انه في حياه جديده بده يعرف يتاقلم، بدنا نفتح صفحه جديده نعم ويتماشى معها. خلونا هلا تشوفنا نتوقف مع اول تقرير بحلقتنا مشاهدينا، منتابع سوا قصه الدكتور جميل صغيب اللي رغم المرض المفاجئ ما استسلم وخلى اراده الحياه هي يلي تغلب. منتابع سوا. People often expect someone with a severe disability to be inactive, maybe even angry and withdrawn. I like to surprise them by showing that I lead a very adventurous and fulfilling existence. It's a life beyond borders. ومن حياته خلف الإضبان ينظر الدكتور جميل صغيب إلى العالم كل يوم وكأنه يراه للمرة الأولى، فبالرغم من المرض المفاجئ تمسك بالحياة وأكملها بفرح مذهل. It seemed to me faith meddling in my life is so strange and that my luck has turned. Later, I believed that God is never cruel. He's full of love, but he loves me in his way. He chose me for a special mission that he knows, and that what has been confirmed later, as you will see. هو عطانا معنويات، عطانا ربنا اشتغل يمكن كمان بهالفترة، عطانا صليب بس عارف انه نحن رح نقدر نتحمله. ولا مرة ولا مرة حسسنا انه انا مريض، إذا بتقولي له أنا مريض بقول لك لا أنا ما بني شيء، عم بشتغل عم بكتب، بيوصل الليل بالنهار أوقات إذا عنده شيء بده يعمله. مشوار شاق بدأ بال 2008 لما أصيب دكتور صغيب طبيب الأطفال بمرض عصبي أدى إلى شلل كلي بغضون 3 سنوات. Of course, I'm after all human being too. My heart ached. I was depressed, overwhelmed with negative thoughts, and didn't see any point in my life. I felt alone, even when I was surrounded by family and friends. I was worried that I would always be a burden to those I loved, especially to my wife and 3 children. كنت شوك على الكل، يعني علي أنا، على الأولاد، على العيلة، على المرضى تبع اللي كان يحكمهم، على المجتمع، لأن جميل كان كتير شخص ما بيهدى. No time to lose. ايه بيستفيد من كل لحظة. شايك قصدك؟ أنا من عيونه خلص صرت أعرف، أوقات ما بيحكي. God has used me to reach people in countless places and countries. Better, I've been in contact with thousands of people,
which allow me to tell them how very precious they are. Today, though, my life is beyond anything we could have imagined. Every day I receive messages from strangers via email and Facebook, telling me that I have touched their lives in a way they can't describe. Facing that, I feel that I am truly blessed, and I am ridiculously happy. بوقت امضى الكتاب تبعه اول كتابين عملهم كانت هي كانت نقطه الانطلاق للاولاد لحتى ما يتقبلوا الوضع وما يستحوا بالمجتمع. باراده وقوه وتحمل وصبر وبمساندة زوجته هلا وأولاده الثلاثة، قدر جميل مع عائلته الصغيرة يقلب مقاييس كلمة مستحيل. I could reconnect with the world using a computer working through eye movements with a device named Tubby's Eye Tracker, and like that I could write four books in French letter by letter. وأنا عطول حد وأنا شو بده بعمل، مشان هيك هو سماني ملاك الحارس. متعبة أنا أقول. ما عرف يوم الاستسلام، فما خضع لغدر الحياة وقساوتها، فالشلل ما أصاب إلا جسد ما يزال يقاوم بقلب ما بيخفق إلا بالحب والإيمان. Jesus Christ also means being ready to suffer as himself has suffered. So this is the same suffering that brings us to learn and become perfect. أنا سلمت خلاص، ما بقى أفكر ولا أسأل أي سؤال، سلمت كل أمورنا لربنا وماشي الحال كتير منيح. ما في الواحد يحضر هالتقرير إلا ما يتأثر. دكتور نادين، قوة، صبر، إيمان، عدم استسلام، تمسك بالحياة، هل الموضوع هو موضوع قرار؟ بتعرفي قبل ما جاوبك على السؤال بدي أقول إنه ما في شيء مستحيل بالدنيا. Nothing is impossible. كل شيء الواحد الإنسان عنده قدرة عظيمة بكل شيء ممكن يقطع فيه يقدر يتخطى. نحن قد إيه ضعاف، قد إيه كمان داخلنا قوة كتير كبيرة، وأمتين تكبر هالقوة أو أنتي منشوفها وقت بيكون الله داخلنا، وقت بيكون في إيمان جواتنا. الإيمان كتير مهم، وأن الواحد يسلم أموره لله ويأمن أنه في حدا he's taking care of him، عم بيهتم فيه، بيسلم له أموره. إيمان، قوة، وبعدين بس نشوف مثلا حدا مثل دكتور جميل زغيب، منشوف أنه مصيبة، وقت منشوف مصيب غيرنا بتهون علينا مصيبنا. ومنعرف قديه الحياة كمان هي عبارة عن تجارب، وكل واحد منا معقول يقطع بهيك معرض تجربة، معرض انه يقطع بهيك. واهم شيء بس عم اقول لكل المشاهدين انه نطلع على كل شغلة بتصير بحياتنا انه هي تجربة، ما اسمها حياة، يعني حياة من عاشة. كل شيء بنقطع فيه هو تجربة من التجارب، يعني هيدا المسيرة اللي رح نقطع فيها بالحياة. تجارب ممكن تكون سلبية، ممكن تكون إيجابية. ما في فشل بالحياة، في تجارب بنقطع فيها. ما في، في مثل ما في نور في عتمة، مثل ما في نهار في ليل، مثل ما في نزلة في طلعة، كله بدنا نقطع فيه، وما في شيء بيبقى على حاله. أهم شيء عن جد نكون قوية من جوا ومسلحين بالمحبة والحب يلي موجود بداخله لدكتور جميل صغيب. وأهم شيء اللي بيأثر أكثر شيء عيلته، يعني السبورت اللي حوالينا قد ممكن يخلينا قوية وقد ايه نكبر. وشو ما صار معنا، عن جد شو ما صار معنا، يعني بالحياة عم بدق وعقلنا. بتعرفي المشكلة هي مش بالجسد، المشكلة إذا واحد عقله ما منيح، يعني ما بقى في شيء منيح بالحياة. هي يعني بالحياة مثل ما قلت تحديات كثيرة رح تواجهنا، وبيكمن الموضوع بكيفية النظر لهيدي التحديات وكيف بدنا فطبيعي قرار نواجهها. طبيعي قرار اللي أخده دكتور جميل صغير، قرر إنه هو بده يعيش بالرغم من كل شيء، والحياة تستحق تنعاش، صدقوني بتستحق تنعاش. أب جندح يعني قال الله اختارني لمهمة مختلفة، وزوجته قالت إنه ربنا عطانا صليب، شو رأيك؟ وقال شغلة كتير حلوة بتكمل يلي قلتي، قال إنه أنا مبارك. مجرد قال إنه أنا مبارك، يعني عنده دعوة مميزة، دعوة خاصة. وبتصور شهادته الليلة لدكتور جميل يلي أنا شخصيا لمستني كتير هالشهادة. شهادته الليلة بتبين انه ايه في صليب، اكيد في صليب، لانه ما في ألم بلا صليب،
وما في صليب بلا ألم. نعم. بس الفرق أنه هو عارف حمل هالصليب. ليش؟ لأنه مثل ما هو قال أنه الإيمان اخترق حياته. نعم. مجرد الإيمان يخترق حياتنا، والإيمان هو باب كل النعم، تنقلب كل الموازين، تنقلب كل المقاييس. يعني مجرد هو هون فتح قلبه، أكيد هالشيء أخذ وقت، أخذ مسيرة. نعم. لأنه القلق تنقدر نقبله، وهو هالقد صريح وواضح وقال أنا إنسان، أنا أحبطت، أنا يئست، أنا تألمت بالبداية، ولكن عرفت بعدين أنه الله منه قاسي، الله هو محبة. شيء طبيعي. الألم شغلة منا كلمة بتتم. الألم يسوع لما تألم بكي وتوجع وتألم من جوا. كيف نحن البشر؟ بس هو هالزلمة حقيقة زلمة مبارك، وعارف يحمل صليبه ويكون بركة لكتار الليلة. أكيد كتار انلمسوا الليلة، وهو بركة لعائلته، بركة لمحيطه. وأنا بشوف اللي قاله انه انا اليوم عم بتألم مثل ما يسوع تألم. نعم. تصور الزلمة فهم كل شيء، فهم عارف السر. فهم انه الله عنده تدبير خاص لإله، انه يمكن كمان نحن لازم نفهم كبشر انه اللي بنرغب فيه نحن لا يقاس باللي بيرغبه الله لإلنا، واكيد اكيد انه هو افضل بكثير من اللي بنرغبه نحن لنفسنا. باكد هالشيء واكيد دكتور جميل من وقت. نعم. لوقت بيقطع بفترات احباط بعضه، لانه نعم. لانه مسيره القداسه هي مسيره فيها طلعات وفيها نزلات، بس اللي ثابت عنده هو ايمانه. نعم. متى ما نكون ثابتين بالايمان، قد ما تقوى علينا العواصف بالحياه بنضلنا واقفين على اجرينا. حتى قد ما تقوى علينا التجربه، دائما مثل ما بيقولنا الرب يسوع في منفذ، يعني رح نقدر نحن نتحمل، ما نجرب اكثر، ما نستطيع انه نتحمل. نعم. يلي بنضلنا نتمسك فيها، ويلي بتعطينا هالقوه هالباور تنقدر نكفي. نعم. الايمان باب كل النعم. نعم. دكتور ماري انج قال دكتور زغيب انه هو منه مريض، هل هيدا هروب من واقع ام تحدي للاعاقه؟ لا طبعا، هو بتصور يعني بعد الريبورتاج اللي شفناه اكيد التحدي للاعاقه مش هروب ابدا. هو عارف حاله انه عم بيعذب اللي حواليه، وقال ما بدي يكون عله لهم، يعني ما بدي يحملوني. سو بفتكر انه عنده من الواقعيه ما يكفي ليعترف بانه هيدي مشكله عنده اياها. بعدين ما ننسى انه عم نشوف قدامنا حدا مثقف، وكان هو يعالج الاخرين، يعني نعم. بيعرف كثير منيح شو الحاله السليمه وشو الحاله المرضيه، وعنده مسافه من الحدث بتسمح له بانه يعيد النظر بتصرفاته، فمنه ابدا عم يهرب، واكيد عم يتحدى. بس انا بدي اشير لشغله اساسيه، لانه اكيد اللي عم يسمعونا في كثير منهم مؤمنين، وفي منهم يمكن مش بالضروره متمسكين كثير بايمانهم، انه كل انسان عنده بتركيبته السيكولوجيه عنده ما يقوده إلى الموت وما يقوده إلى الحياة، يعني نعم. بتنازع الإنسان نزوة الموت ونزوة الحياة بكل مراحل حياته، فكيف الحال إذا في إعاقة؟ يعني ما بيصير في إعاقة بعد أكثر بيعيش هيدا الديلام، هالصراع ما بين نعم. الموت والحياة. كرمال هيك أنا بأكد اللي عم بيقوله الأبونا، أنه أكيد هلأ شفنا جزء من الحياة اللي عم بيعيشها دكتور صغير، بس أنا ما عندي شك أبدا قطع بمراحل عديدة وبعده عم بيقطع نعم. بمراحل أكيد فيها كتير من الاستسلام وكتير من الأحباط، وبيرجع بيطلع بمراحل أكتر ولكن معنوية. يمكن سر النجاح اللي عم نشوفه عند الدكتور صغيب رغم هالطلعات والنزلات اللي بيقطع فيها، عم بيخلي التفكير الإيجابي يطغي على التفكير السلبي اللي بيقطع فيه هيدا بأوقات معينة. هيدا جزء من الدعم. الجزء الآخر وجود مرته الملاك الحارس حده. نعم. دوره كأب، يمكن لو نفس الإعاقة مع شخص أعزب وما في حدا حده كان غير موضوع. بيوس أهم شيء ولكنه دواعم أكيد عم بعددون، والأهم أنه فتح مشروع جديد. يعني تخيل هالإعاقة زيتها أيام ما كان في فيسبوك مثلا وما كان في إنترنت، لأنه هو سمح له هيدا التكنولوجيا الحديثة سمحت له يفتح على العالم. نعم. إذن خسر أعضاء أو عناصر بجسمه، ولكن ربح تواصل مع العالم كله، مع آلاف الأشخاص. تخيلي هيدا نعم. هالإعاقة من 100 سنة مثلا، أنه أكيد ما رح يتفاعل معه مش بنفس الطريقة. ولا. كمان بدي أتوقف عندك شيء أب فادي، تصور كان عم بيستعمل يعني إعاقته تتكون إشعاع للعالم. نعم. كله. نعم. يعني ما بيعيشها كشيء مظلم بحياته، ولا عم يستعملها على الزيت، انه لا يأثر بحياة الآخرين ويحدث تغيير كمان بحياتهم. وقال شغلة كتير حلوة بس بتوقف عندها على السريع، لما قال انه يسوع بحبني على طريقته. يسوع حبه بهالطريقة. ليش وكيف؟ يوما ما هو قدام الرب رح يعرف ليش وكيف. هو لما منقبل هيدي الفكرة منفهم كل شيء 100%. نعم. بدي أرجع أتوقف معك دكتور ماري أنج عند كلمة قطعت كمان بالتقرير، قال شعرت
إني وحيد رغم إنه هو محاط بالعائلة بولاده وزوجته اللي كانت الدعم الأكبر لإله مثل ما شفنا بالتقرير. ليش هيدا الشعور يصيب الأشخاص دايما لما يكونوا أمام صدمة معينة أو يتعرضوا لحوادث معينة؟ لأنه النار ما بتحرق إلا مطرحها. قد ما تكوني عم تشعري مع الشخص اللي حدك هو اللي عم بيشعر بوجعه أكتر منك. وهيدي شغلة حقيقة لازم الإنسان يستوعبها ويتقبلها. منخلق وحيدين ومنموت وحيدين. يعني لو حد المي حد الشخص اللي عم بيموت في 20 شخص بالنتيجة المرحلة اللي بده يقطع فيها إلى الدنيا الآخرة بده يكون لوحده. وأنا شغلي يعني كتير بتفاجئني واكتشفتها طبعا لما اشتغلت بمهنتي أنه حتى الولد لما يخلق ويجي على هالدنيا هو وحيد. يعني بيبقى في الساشفام والحكيم والأم والبي وكل هالعالم، ولكن هو إذا بده يطلع هو اللي بده يدفش حاله ليطلع. كتير مهم نعرف أنه الوحدة هي رفيقتنا الدائمة منذ البداية إلى النهاية، والأشخاص المتعرف عليهم هن مراحل بحياتنا نعطيهم طبعا أهميتهم، ولكن بالنتيجة الاتكال على الذات ثم على الذات، وإذا كنا مؤمنين على الرب طبعا. نعم. دكتور نادين قال أنه عم بستفيد من كل لحظة، برأيك مرات الإعاقة بتخلي الإنسان يعرف أكثر قيمة الحياة؟ تعرفي بشكل عام ما بتعرفي قيمة الفرح إلا إذا حزنتي. بتعرفي قد إيه فرحانة لازم تكوني عشتي حزن. ما بتعرفي قيمة النجاح إلا إذا عشت الفشل كمان. ما بتعرفي قيمة الصحة إلا إذا عشت المرض. طبيعي إنه الإعاقة أو أي شيء سيء أو سلبي نقطع فيه خلينا نعرف قيمة الحياة أكثر، نتمسك فيها أكثر. حتى الأشخاص ما بتعرفي قيمتهم إلا بس تفقديهم. نعم. قد ما تعرفي قيمتهم بس تفقديهم بتعرفي أكثر وجع الألم والفراق. ما بنعرف قيمة الأشياء إلا من بعد ما تروح. فكتير مهم إنه يعني برجع للمساج الأساسي، يمكن أنت عم تقولي هون شغلة كتير مهمة، إنه الإنسان هو لوحده. بس هو لوحده مع حاله لازم يكون. هيدا المساج لازم توصل، ما حدا لوحده. الدعم الاساسي لعالم بتجي وبتروح بحياتنا قد ما بدك، من اهلنا لاولادنا لكل المحيطين اللي حوالينا، بس الشخص الوحيد لازم يدعمك هو انت. لازم تتسلح بهالاراده القويه والبوزيتيفيتي. هيدي البوزيتيفيتي اللي شفناها، الايجابيه اللي شفناها مع دكتور زغيب، هيدي اهم شغله الواحد لازم يعيشها من اول ما يفتح عيونه ويكون ايجابي بكل شيء. بصير تهون عليه الاشياء، بصير يبتسم اكثر. نعم. بصير يفرح اكثر ويشد. في شيء اسمه لو اوف اتراكشن اللي هو الجاذبيه. لما بتكوني انت ايجابيه بتصير تشد كل الاشياء الايجابيه اللي عندك بذات الوقت حتى لو كنت تعبانه. نعم. دكتور ماري انج، مثل ما شفنا انه الاعاقه بتضرب العائله كلها، شو المطلوب حتى تخرج العائله كلها من هالصدمه؟ سؤال حلو، بس بدي بس عقب على شغلة أساسية، أنه أوقات العائلة بتغرق مش بالضرورة بتدعم. يعني مش هيك هيدا تحديدا النقطة، مشان هون شو المطلوب حتى تخرج ما تغرق؟ ندعم العائلة لتقدر تدعم الشخص. المطلوب أولا طبعا ما ينهاروا قدامه. طبيعي. المطلوب إذا في من دعم يروح يجيبوها من برا، ما يتكلوا عليه ليعطيهم الدعم. وعند أسرة الدكتور زغيب قالت المدام، قالت مدامته هو بيدعمنا أوقات. نعم. يعني أنها تستقي القوة من زوجها المريض إذا بدك. دونك كتير مهم نعرف أنه العائلة بدها تكون داعم للشخص المعوق أو المريض، وبالتالي بدها تروح تستقي من برا. الريسورس بيقدروا يكونوا كتير إشياء، فيها تشغلها بالرياضة، فيها تقرأ، الثقافة، الإيمان. بعد مره بنرجع للايمان، وكثير مهم يكون عندنا تنميه للحياه الروحانيه. هدول اشياء بيجوا عن عمر صغير. يعني الايجابيه اللي حكينا عنها هيدي بالتربيه بدها تنتقل للولد، ليكبر فجاه معنا. ما بتخلق انه لانه صار عندي الاعاقه هلا فقت انا اكون ايجابي. هي من الاساس. او شخصيتي حدا ايجابي ومؤمن وعندي هالسلاح، هدول اللي بخلوني اذا وقعت في الدنيا اقدر اوقف عجري او ما عندي هن. نعم. اذا العائله بهي المرحله بدها اهم شيء تشيل همها عن الشخص وتكون مش دراماتيك. يعني اذا بدك اوقات كثير بيصيروا حرام والله. نعم. يساعده ومعتر، وهذا بيصيروا حطموا له معنوياته. عامل الشفقه ما لازم يكون موجود لانه عم بحطموا له ما بقي له من قوى. نعم. فهذا شيء اكيد غلط. والمطلوب كمان انه يلتفوا حول بعضهم، يعني ما نتركهم لوحدهم بهالحاله. مثل ما بيصير كمان مع بعض، لانه كمان رح يضعفوا طبعا طبعا. مع بعض التشبيه كليا يعني، والله يعطي الصحه للجميع، بس مثل ما بيصير بحال الموت، بحاله الموت بنوقف كلنا حد اهل الفقيد بدعم كامل. لا
نقدر نساعدهم يستمروا بعدها بحياة يعني مكفاية. مع الشخص اللي بينصاب بإعاقة نفس الشيء بيصير، الحواليه بحاجة لدعم على صعيد أكبر. هلا الإيديال البلد المثالي بيكون هو المجتمع اللي بيأمن هالحصانة للأسرة. رح نحكي عن المجتمع قديش ممكن بيكون عائق مش بيأمن، ولكن هلأ خلونا نرتاح مع فاصل أول بحلقتنا. ولكن بدي أذكر مشاهدينا أنه فيكم تتصلوا فينا على الأرقام اللي عم تورد بأسفل الشاشة، كما أنه منتلقى تعليقاتكم عبر الأس أم أس والفيسبوك. فاصل صغير ومنرجع لحلقتنا لليلة، تابعونا. عودة لمتابعة حلقة الليلة من نقطع السطر تحت عنوان ماذا لو أتت الإعاقة فجأة؟ وضيوفنا بالاستوديو الأفادي جندح الإعلامية دكتور نادين فغالي ودكتور ماري أنج نهرة. أفادي، يعني في ناس إعاقتهم تبقى أقوى منهم وبالتالي ما بيقدروا يتحملوا، وهيدا منه ظلم بحقهم؟ إذا ما قدروا يتحملوها كمان هذا أمر كتير طبيعي، لأنه ما عندهم المقدرة أنه يتحملوها وما عندهم المقومات المطلوبة أنه يقدروا يتحملوها. هيدا منه ظلم أكيد، قصدك ظلم من ربنا لإلهم ولا ظلم هن عم يجيبوه لحياتهم؟ أنت من أي منظر بتشوفها؟ أنا بشوف أنه الله ولا مرة هو إله ظالم. يعني الله إذا بيسمح بالألم، إذا بيسمح بالمرض، طيب مين بيظلمنا؟ الحياة بتظلمنا؟ الحياة بتظلمنا وظروفنا وقلة نضوجنا بالحياة بتظلمنا، الصدفة بتظلمنا، مع أنه الصدفة مثل ما قلنا كمؤمنين نحن لا نؤمن بالصدفة، كمؤمنين ما من آمن كثير. يعني اليوم هلأ في كتار أشخاص عم بيشاهدونا ويمكن عندهم إعاقات معينة، هن ذوي احتياجات خاصة، عم بيقولوا نياله دكتور صغيب قدر يكون هالقد إيجابي، هالقد عنده فرح، هالقد إيمان، نحن مش قادرين. في كتير ناس بيقولوا مش قادرين، بس هن بالعمق بيكونوا شغلين كتير على حالهم، بس لأنه فاتوا دايما معودين على النق على حالهم ودايما بينوحوا على حالهم، وأنه على الاستسلام دايما عندهم هالاستسلام هيدا. بس لما نقعد نحن وياهم ونعمل قراءة لحياتهم، أو هن بيعملوا قراءة لحياتهم، بيشوفوا أنه هن لا، بالعكس أنه عندهم قوة بحياتهم، منا مشيتهم إنما مأقلمين معها وعايشين معها. أنا ما بتصور في إنسان ما عنده المقدرة يتحمل الألم أو الإعاقة. الله إلا ما يكون عم بيزود الإنسان بمطرح معين بقوة، بسر قوة معينة. في ناس بيعرفوا يستفيدوا منها هالقد، في ناس بيعرفوا يستفيدوا منها هالقد، وفي ناس بيستسلموا بس ربنا ولا مرة بيتركنا بقلب استسلامنا. أنا بس بدي أسألك سؤال هون ضروري أسأله، عم تنفي وجود الصدفة بحياتنا؟ طالما عم تنفي وجود الصدفة بحياتنا كمان بذات الوقت، يعني انت عم تنفي انه نحنا عنا حرية الاختيار بين انه نعمل الصح او نعمل الغلط، وكأنه كل شيء هو مكتوب ومنزل، ونحنا وين حريتنا لكينا؟ نو اكيد حريتنا موجودة، حرية الانسان، حرية الاختيار بالحياة، هيدي شغلة موجودة، بس نحنا كمؤمنين ما منقول انه في صدف بالحياة، منقول انه في مخطط من إبر ربنا، لأنه كلمة صدفة كتير صغيرة بمنطق الله، كتير صغيرة، يعني ما أنا مش موجودة كلمة صدفة بقلب الكتاب المقدس. هلأ أنا شتة مجروحة حشاركك الرأي، بس مش لنفس الأسباب. نعم. نحن بعلم النفس بنعتبر كمان أنه ما في شيء بيجي بالصدفة، أنه كله بالعقل، نتيجة تراكمات وأمور عشناها، تربية طفولية. نعم. وخبرات قديمة بالعقل الباطن. عم بقصد الحوادث اللي بتصير معنا هذا تحديدا، مثل ما واحد بيكون عايش طبيعي مر على الطريق نزل شيء من بالكم، خلص عرفتي؟ نعم. هيدا هون أبفادي مش صدفة، هيدا أمور الحياة اللي بتصير على الأرض 100%. أنا بشوف إنه نتيجة عمل الإنسان 100%. يعني هيدا شر الإنسان هو بيساهم بهالشيء هيدا، بس مش صدفة هي اللي بتمشي الإنسان حتى يصير معه هيك شيء. ولكن لما يعني الرب ما بيقصد يأذينا، ولكن إذا صار معنا شيء هيك الرب بيعرف يستخدمه فيما بعد لخيرنا، ولنحوله لأمور إيجابية بحياتنا. مع اتصال بدي أقطعكم. مساء الخير. ألو، سلام المسيح معكم، مارون من فنلندا. سلام المسيح مارون ومساء الخير، أهلا وسهلا فيك معنا الليلة. شكرا. أول شيء بحب سلم كثير على ضيوفي، وبحب أقول كم نقطة بالموضوع اللي كثير مهم اللي عم تتكلموا عنه. تفضل. إنه مثلا ما بدنا العالم تفكر إنه المسيح هي بحب الألم، ولكن نحن المسيح يتألم بمحبة، وهذا في كثير فرق بهذا الموضوع. وفي سمعت نقطة كمان أوقات نقول كثير نحن إنه يسوع تألم ونحن عم نشارك بألامه، وبحب أقول أكثر من هيك إنه يسوع هو اللي عم يتألم من خلال كل مؤمن عم يتألم. ليه؟ لأنه نحن أعضاء بجسده، فما إنه أبدا يعني يسوع بعيد عنا، بالعكس، بل هو عم بيشاركنا في هذا الشيء،
وفي كمان ليك دخلوا الايمان والرجاء. نعم. الانسان بيكون مؤمن كيف بيتحول حتى شيء مثل هذا، يعني مثل الدكتور قد ايه كان عم يتقلق مع هذا وكله، ونحن بنشوف انه قديش مبسوط هو انه عم يقدر يساعد غيره من هذا الشيء. نعم. وهذا هون الحلو، بينما العالم كله يلي بدون ايمان اول حل بيقول لك اياه حرم الله، خلينا نريحه وشو هو الحل نقتله. بس بدي اقول بعد نقطتين عم تفضل. ليش ربنا بيسمح بالالم؟ تخيلوا، رح اعطيكم مثلين صغار. الجوهره تخيل انه اصلا بكون فحمه، ولكن من كثره الضغط عليها بتتحول لجوهره. اوقات نحن ما بنفهم هذا الموضوع، بنصير نقول ليش يا رب وساعدنا يا رب وخلصنا يا رب، ولكن ربنا بيعرف شو ليش عم يسمح بهذا الشيء. ودائما شغله ثانيه، مثل كمان من الكتاب المقدس، انه مثل ما الذهب اذا ما مرق بقاتون النار ما بيتنقع حتى يصير 100% ذهب، نفس الشيء اوقات ربنا بيسمح بهذا الشيء لحتى ينقينا ويعمل منا نحن ذهب طاهي. ميرسي كثير، يعطيكم العافيه، وبشجعكم انكم تكملوا بهيك برامج. نعم، شكرا مارون على اتصالك، وشكرا على كلامك المبارك معنا بحلقتنا لليله. افادي بتحب تضيف شيء على اللي قاله؟ انا بقول انه اللي قاله كثير حقيقي ونابع اكيد من 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 شخصيه بتعرف يسوع. نعم، ملموسه من يسوع. يعني اللي قاله كثير حلو انه يسوع بيتالم من خلال الم كل انسان. نعم. فالشخص اللي حامل اعاقه بحياته، إعاقة جسدية، يا ريت شوي فينا نحكي بعدين عن إعاقتنا النفسية. نعم. والروحية، بس يمكن كل واحد منا عنده إعاقة معينة. نعم، بس ولا مرة الشخص اللي بيحمل إعاقة، ما بنقول الشخص المعاق، اللي بيحمل إعاقة هو شخص عم يتألم لوحده، إنما في إله حامل كل ألمه في بي سماوي وجعه. نعم. في بي سهران عليه، بس مهم نفتح الباب لهالرب يلي مجرد نفتح له الباب بيفيد نعم كتير كبيرة على تتغير كل الأمور. تتغير كل الأمور. نعم. تنرجع مع دكتور ماري أنج ونحكي نفسيا، شو الفرق بين أنه الإنسان يخلق عنده إعاقة وبين إنسان يصاب بإعاقة فجأة على غفلة بمرحلة متقدمة من عمره؟ في طبعا في فروقات كتيرة. هي كل حالة لها حسناتها وسيئاتها. نعم. على الميلتين. نعم. أكيد السيئات واضحة والصدمة موجودة والألم موجودة، وحكينا هلأ عن المراحل يلي بدهم يقطعوا فيها الشخصين. وإنما حتى ولو خلق مع إعاقة ما بيكون يعني عم بيتطور مع نموه النفسي بقبول إعاقته أو لا؟ مش بالضرورة أبدا، لأنه بالعكس حيكون عايش بقمقم داخل المنزل لنعتبر أو داخل المؤسسة اللي هو فيها، ورح يلاقي حاله مختلف عن الآخرين كمان. فجأة سيخرج إلى المجتمع ورح بيعاني أكثر من يلي رح بيشوفه برا. نعم. لأنه حكينا عن إعاقة الجسدية وقد نتكلم عن إعاقة النفسية، بس أنا برأيي في إعاقة أكبر، هي إعاقة اجتماعية. نعم. رح نحكي عنها. هيدي بحد ذاتها يعني بتعقد الإنسان الطبيعي، فكيف الحال إذا الإنسان عنده فروقات. نعم. ويعني مختلف عن الآخر بالشكل أو بالمضمون. فأكيد في سيئات وفي حسنات لكل واحدة منهم. السيئات ذكرناها بالتفصيل. الحسنات هي أنه لما بيكون صغير بيكون محمي أكتر. يعني البيئة الحاضنة بتجنبه بمرحلة أولى التواجه مع الأشخاص، ومع مثلا حتى يعني إذا بدي أرنو مع الشخص الراشد بأنه يدفع الفطير ويتعذب. يعني أنا بفكر كتير أوقات بلبنان قديش مش مؤهلين الطرقات عنا للشخص اللي عنده إعاقة معينة. الطفل ما بحس فيهم هيدول لأنه في بي وأمه واخدين إلي بريزان شارج يعني. نعم. لما بيكون هو بده يقوم بكل شيء أصعب بكتير لإله، ما بحس أبدا باستقلالية. يعني ما بيكون عنده الطاقة الكافية أنه يقوم بالإشياء لوحده، بده يعوز على طول حدا حده، وهيدي شغلة بتخدش عنفوانه والإيجو. نعم. النرجسية تبعيته. هاي الإشياء الطفل ما بحس فيها. نعم. لأنه هو حكما بحكم الطبيعة تعود متكل إنه في على الأهل. نعم. عرفتي؟ فحسناتها هون طبعا واضحة أكتر، ولكن على عمر كبير بده يرجع يوقع بنفس الصدمة لما بده يتواجه مع الآخرين، وتحديدا أنه هالأمور كان يقوم فيها لحاله فجأة. بالزبط. بطل عنده القدرة أنه يقوم فيها. هيدا الشيء بيوعي عنده قديش هو محدود القدرات بأماكن، فبالتالي بده يروح يفتش هلأ على مصدر قدرات تانية. مشان هيك بنلتجئ للإيمان، ومشان هيك كتير مفيد نكتشف طاقاتنا الذاتية واللي وقدرات يعني. صحيح. واللي قالوا شيء كتير حلو المارون، مسيو مارون اللي حكي، لأنه ذكر قديش في فرق بين ألم بمحبة
أو حب الألم. حب الألم فتنا بالمازوشية، نعم، يلي هي توجيع الذات. فرق كتير كبير، نعم. بينما أني أتألم بحب يعني بتقبل وضعي وأنا أخضع إلى القدرة الإلهية، وهون طبعا في عنا سورس أقوى. نعم دكتور نادين، ناس إعاقتهم بترجعهم لورا وناس إعاقتهم بتقدمهم لقدام، ليش برأيك؟ أغلبية الناس إجمالا لما بيقعوا بمشكلة أو بإعاقة معينة بيرجعوا لورا، لأنه طبيعي الإنسان ضعيف. هذا شيء طبيعي، بس ليه بتقدمهم لقدام؟ لأنه أوقات كتير الإنسان عنده طاقات كتيرة، بس بالوضع العادي بيكون مش فاضي، بلكي ينتبه لها، بلكي عنده مواهب كتيرة مش قادر يشوفها. لما بصير عنده إعاقة معينة، الله بيعطينا القوة أو التركيز حتى نركز على غير شيء نحن موجودة عنا ما كنا قادرين نشوفه، مثل بحالته لدكتور صغير صار يكتب، بلكي ما كان عنده وقت قبل يكتب. في مواهب كتيرة بتبقى مش مكتشفتيها، مش مكتشفتيها، بترجع بتكتشفيها وقت اللي بيكون في عندك إعاقة. فهذا الشيء بقدمنا لقدام، طبعا تبع على شخصية التربية، واحد هو صغير كيف تربى، ثقافته الاجتماعية أو الدراسية، وقديه هو عن جد إيجابي بالحياة وقديه هو سلبي، وقديه المحيطين اللي حوالينا بنرجع أنه هن بيدعمونا. فمشان هيك يا بنرجع لورا يا بنتقرب لقدام. بس أكيد لاحظت أنه كل الناس، لاحظت أنه كل الأشخاص اللي عندهم إعاقة معينة موهوبين بمطارح تانية، إن كان قدروا يحققوا إنجازات ونجاحات كتيرة، بعدين بيبقى عندهم إصرار مش طبيعي أنه أن إحنا صحيح مختلفين يمكن بالشكل، بس من جوا فينا نكون مثلنا مثل نوع من اثبات الذات، تحدي لهالواقع ليقول انه لا انا بعدني فعال، انا بعدني موجود، انا بعدني طبعًا قادر طبعًا اعطي. بيعطونا امثول كثير كبير، هيدا يمكن هيدا شيء كثير مهم نعرفه، بيكونوا مثل لقلنا، لانه مشكلتنا بتبقى هالقد صغيره وعن بتبقى هالقد شايفين الدنيا خلصت قدامنا، بنقول يا عمي طيب طلع هيدا الشخص قد ايه مصيبته كبيره وقد ايه نحن عن جد تافهين وواقفين على القشور والاشياء البايخه بالحياه وعم نركض ورا مصاري ولا مراكز ولا ميت شغله. هيدا الانسان يعني بصير يعلق على التفاصيل الصغيره، ولما بشوف مصيبه غيره بصير يحس حاله قد ايه عن جد هو سخيف. مزبوط. يوم هيك اكيد بالصدفه ربنا سمح بهال اني اشوف هالمشهد اليوم، كنت نازل بالمنطقه هون، انا نازل بسيارتي وصبيه عم بتمشي على الكرسي، هي مشغوله عم بتجرب لحالها تطلع بطلعه قويه. فالصوره هلا هيك اجت قدامي انه شو هالاصرار، شو هالاصرار. نحن اوقات ربنا سامح انه بعدنا بجسدنا، بعدنا بنروح بنجي، وياما اوقات نفسيا بنضلنا هيك. هالصبيه يلي على الكرسي عم بتشد حالها على شازرولاند، عم بتجرب تشد، ضليتني 3 دقائق اتفرج عليها، نزلت قلت لها بتحبي ساعديك؟ قالت لا انا بقدر لحالي، ما قبلت على حالها. فهون تقول انه هن قديش، هو تثبيت لكلامك، قديش هن عندهم اصرار انهم يطلعوا يطلعوا ويروحوا لابعد بحياتهم. يعني هون كمان افادي بدي عقي بشغله، حتى ولو ما كنا مثل ما قلت على كرسي، كل ما عنا اصرار انه نكون هيك، كل ما بنكون هيك، واذا ما كان عنا اصرار بنضل تحت. نزول. نعم قديش بيقوونا اصلا، نعم. كثير بيقوونا. انا عشت تجربه صغيره يمكن على عيد الميلاد، كنت عامله حلقه خاصه، كنت بس هيك باختصار كثير صغير، كان في معي طفل مصاب بالكانسر، نعم. يعني وما بعرف قد ايه فرصه النجاه عنده او لا. انا عملت انهيار عصبي على الهواء وحسيت حالي كثير ضعيفه، نعم، تبعناك وشفنا قديش تاثرتي بشكل مش طبيعي. بس بتعرفي قد ايه اعطاني قوه، قد ايه اعطاني دعم، قد ايه اعطاني حب للحياه، لما من هيدا الطفل اللي انا اكبر منه يمكن ب 15 او 20 سنه وقد ايه عشت التجارب، حسيت حالي انه انا ما عشت شيء، بس هالطفل من خلاله أنا قويت 10,000 مرة أكثر من خلال القوة، بما أنه مش هو اللي ضعيف، حسيت حالي أنه أنا اللي ضعيفة وهو اللي عم يعطيني القوة مش أنا اللي عم بعطيه. نعم. أنا مجرد شفت الصبية اليوم حسيت حالي استحيت من حالي. شفت؟ كمان يمكن الرب بيوضع هالأشخاص بطريقنا ليكونوا سبب بركة لحياتنا. أكيد. نعم. أكيد. لنتأثر ويعملوا تغيير معين بحياتنا، لأن احنا بحاجة ننمى ونكبر كمان. لأنه أوقات بنفكر إن احنا عايشين بطريقة كتير كاملة وكل شيء ظابط، بس نشوف هون الناس بنفهم قد ايه نحن صغار، كتير صغار. خلونا نحن وياكم والمشاهدين نروح لتاني تقرير بحلقة الليلة مشاهدينا، كمان قصة نضال ونجاح. إلي كلاس عرف كيف يتخطى الإعاقة، نشوف سوا شو بخبر. قديش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشتت الدنيا
ويا حمل شمسي وأنا بأيام الصحو ما حدا نطرني. كنت شاب مثل حيالة شاب بعمر المراهقة، عمري كان 17 سنة. رحت مع أصحابي على البحر، طلعنا بلانش وعساس عم نعمل هيك قصدورة بلانش، بعد هيك برمة صغيرة وقفنا وصرنا نشك من اللانش مع بعض. أنا وعم شك فيه هيك عدير اللانش حديد، علقت إجري بالحديدة فكانت الشك غلط. يعني هاي الفترة كانت كتير كتير أصعب، مثل أصعب فترة إنه حدا بقلب الماي ما قادر يظهر. حادث بحري قدر إنه يقلب حياة إلي رأساً على عقب ويفقدوا أحد أسمى عطايا الله، المشي. قلت لك هيك واقف ثانية ما كان بيني شيء، وهيدا هالشك اللي كان يمكن أقل من ثانية صرت بالماي تغير كل شيء. أول فترة كانت كتير صعبة، ما كنت أبداً أقدر أتحرك بالمرة، حتى إيدي ما كانوا يتحركوا، ما كان في يقعد على الكرسي. بالبسمة يلي ما بتفارق وجهه وبقدرة إلهية تمكن إلي من تخطي الإعاقة المستجدة على حياته، وما يزال عاشق للحياة بكل أبعاده. أكتر شيء اللي ما بيخليك تستسلمي هو حب الحياة. ما بعرف، يمكن منخاف من الموت دايماً، بس إنه الحياة حلوة لازم نعيش. أنا كنت أحب أغني كتير من أنا وصغير، بغني، اشتغلت على هذا الموضوع كتير، هلأ كمان عم غني ماشي الحال. أكيد كل شيء كل شيء كل شيء بدي إياه بعمله، بروح مع أصحابي بظهر، بروح بتسبح، حتى ما عمل لي مشكلة البحر يعني عائدة أو شيء. أكتر شيء بفتقده بسكليت، كنت كتير حب البسكليت، ضل كل النهار على البسكليت، هيدا الشيء ما بقى فيه أعمله. موهبة الطفولة أعاد إلي إلى الواجهة اليوم، فتمكن من خلالها المضي قدما، فقهر الاستسلام وبدل اليأس بكل مفردات حب الحياة. كنت إنسان مؤمن من قبل الأكسيدون، بعد الأكسيدون بأنه بيقوى إيماننا، يعني بصير نعرف أنه الإنسان بدون وجود الله بحياته ما بيسوى شيء، فأكيد هيدا الشيء بيأثر. وكمان إيماني بالله قربني أكثر يعني خليني أتخطى المشكلة بسرعة. دكتور ماريان، شفنا تقرير مع دكتور صغيب، أصيب بمرض ولكن كان بعمر متقدم، خلص اختصاصه، عامل عائلة، مارس مهنته. هون الوضع مختلف كلياً، إلي أصيب بالحادث بعمر 17 سنة. قديش العمر هون حساس، وهيك حادث قديش بلحظتها بيشعر فيه الشخص بهيك عمر أنه أضاله على مستقبله وأحلامه وكل طموحاته. طبعا هون عنا صدمه دوبل. اولا عنا صدمه اللي بنتلقاها لما بنفقد قدراتنا الجسديه بسبب حادث، وعنا صدمه ثانيه اعظم منها هي الحرمان اللي بيعيشه المراهق. نعم. لما بتجي بتسرقي منه عمره، لما بتجي بتمنعيه يقوم بتصرفات هو كمراهق لازم يقوم فيها ليشعر بعمره بحياته وبملذاته. نعم. حتى السباحة، يعني هو ذكر حتى السباحة انه عم يسبح بس انه كان يحب البسكلات وبقى يقدر يعمل بسكلات. نعم. هالحرمان هيدا كتير كبير عند شاب بعد ما شبع من الحياة. طبعا نحن ما بدنا نقارن ونقول انه اللي عمره 50 او 60 او 70 سنة اسهل، ولكن اللي عم جرب قوله انه هالشاب بعد ما اختبر ملذات. نعم. الحياة فهيدي هون يمكن اصعب، بتوجع، نقول اصعب، بتوجع على الصعيد النفسي عم بحكي. نعم. يعني قديش عنده هون لجابها العمر بيكون في صراعات، يعني عم يقطع فيها الواحد ومش قادر يتقبل كل وبعد الأمور. ما اكتشف حاله بعد لحتى اللي يعرف انه على شو بيقدر على شو ما بيقدر، فهون التحدي اكبر، وهون الحاجة للدعم العائلي والاجتماعي بعد اكبر. هون الرفض والغضب بيكون أقوى، والنقمة والثورة. يعني هون فينا نروح لمحلات كتير بعيدة. إجمالا المراهقين بينتحروا أكتر بهيك حالة من المتقدمين بالسن اللي بيكونوا اوريدي عملوا استثمارهم المهني وأثبتوا حالهم. المراهق مش بالضرورة يقدر يتحمل هيدي الصدمة. نعم. دكتور نادين،
حكيت قديش صعب وقديش واحد ممكن يوصل للانتحار، ولكن هون عم نشوف كليا العكس اللي يتحدث قديش هو عنده حب للحياة. فينا نضل نحب الحياة ولو فجأتنا هيك بكف بنصها؟ إذا السؤال فينا، دايما فينا وأكيد فينا. ما في شيء مستحيل بالدنيا، ما في شيء إلا إذا المستحيل كان جواتنا، هيدا الشيء اللي بيمنعنا. بس بالمطلق إذا نحنا عنا إيجابية، نحنا منقول nothing is impossible. عن جد إذا بدك توصلي لشغلة، إذا بتحطي براسك هدف معين بدك توصلي له، إذا بدك تغيري حالك بتغيري حالك، إذا عندك مشكلة معينة بدك تتخطيها أنت، قرارك الجواني الداخلي لما بتاخدي قرار بدي أنا بدي غير، بدي أتغير، أنا بدي أعيش الحياة، والحياة بتستحق تنعاش. تعرفي لو شو ما كان عنا، نحنا عنا نعمة كتير مهمة إنه بكرة الصبح إذا وعينا عم نخلق بنهار جديد، عم نعيش 24 ساعة جديد. إذا مش فاهمين هالشيء قديه مهم وقديه حلو وقديه نعمة من الله، يعني مش فاهمين انت الحياة. حتى أنا رح أقولها بطريقة عكسية، لو نقول يمكن بكرة ما نقوم، خلينا نعرف نستفيد من كل لحظة منعيشها بحياتنا. مين قال إنه أنا بكرة رح كون عايش؟ لهيك نحن مدعوين بكل لحظة. أب فادي بتوافقني إنه بكرة اللحظة اللحظة نعم من هون، يعني الإنسان إذا بفكر هيك عن جد ما بيخلي ولا لحظة إلا ما يستفيد منها بالطريق الصحيح والسليم وبالقرب من الله بإيجابية. إيه بس المشكلة على سعيد النفسي هي إنه عطول الإنسان بيطلع ببكرة وبصير يفكر بالماضي. نعم. يعني او بعيش بذكرياته او بعيش بطموحاته، ونادرا ما بعيش هيدي اللحظه. كرمال هيك بتقطع ما بيكون استفاد منها. لازم نعيش. نعم. الوعي ان الوعي اهم شيء لازم نعيشه دائما بكل شيء بحياتنا، تنعرف انه كل شيء قطعنا فيه هو تجارب. تجارب يعني نحن اصلا ماشيين بهالحياه كزدوره كزدوره، رايحين على مطرح ثاني اصلا. ما فينا نوصل بلا تجارب. صحيح. يعني ما ممكن الواحد يكون مطرح ما هو ما يكون بلا تجارب معينه قطع فيها وما يجلد حاله بالاشياء اللي قطع فيها. نعم. أنا بشوف أنه إلي عرفت خطة، أكيد من وجه له تحية لإلي هلأ، عرفت خطة هالإعاقة يلي حملها بأنه بعده لليوم عم بيحقق مواهبه، يعني ما انغلق على ما عايش هالإنغلاق على ذاته. كان بيقدر يعمل ردة فعل عكسية 100%. بس أكيد إلي كان مسنود، كان بنفس الوقت اشتغل على حاله كتير. أكيد كان أكيد ما في شيء بيجي هيك على سهل. كان مرافق لأنه خاصة أنه مثل ما قلنا أنه هو قعد فترة بالتخت ما كان يقدر يتحرك، يعني أداء كانت صعبة هالفترة لإله بعمر 17 سنة، يشوف أصحابه عم بيروحوا عم بيجوا عم بيسهروا وبهو بهالفترة بعده ما منه قادر يتحرك، شغلة كتير كبيرة وما حدا مطرحهم لهالأشخاص. مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء انه ما حدا مطرحهم، يمكن نحن هلا بنحكي فيها نعبي نحكي 12 ساعة و24 ساعة، بس منا مطرح الشخص يلي هو اختبر وبعده عم يختبر وما بيعرف شو ناطره بكره. نعم. والله يساعد الشخص يلي ما عنده حدا يهتم فيه. انا بعرف اشخاص عايشين ببيوتهم ما عندهم حدا يهتم فيهم حتى حبه الدواء. نحن هون عم نركز كثير كمان على يمكن الام نفسيه، يعني اجتماعيه اقتصاديه عائليه، ولكن في شيء كمان كثير مهم، عندهم اوجاع صحيه هالاشخاص. طبعاً. عندهم اوجاع يعني اجادهم عليها كيف قادرين يتحملوها. رح اصبعنا شوي صغيره بننزل ما بعرف شو بنعمل، مش هالقد يعني تخرب الدنيا. نعم. بس برجع بقول لك مقابل هالشيء يلي عم بيعيشوه في قوه ثانيه نحن اليوم نحن ما بنقدر نفهم. نعم. هون بدي اتوقف عند شغله معك اب فادي قبل ما اخذ فاصل. قال انا انسان مؤمن، كان مؤمن ولكن بعد الحادث زاد ايماني. سؤالي لك انه ليش لما الانسان كل ما يضعف اكثر كل ما يقوى إيمانه أكثر؟ لأنه بحس حاله أنه هو بحاجة يتمسك بشيء، بحس حاله عم بيغرق هالشخص. ولما نكون عم نغرق وما بنعرف نسبح شغلة كتير مرعبة بتخوف، بنصير ننبش على حيالله شيء نتمسك فيه، وهالشيء اللي نحن اليوم بيعطينا القوة وبيزيد قوتنا هو ربنا. نعم. بالنهاية ربنا موجود، يعني أنا بحترم الناس اللي بيقولوا عن حاله ملحدين، هن بيبقوا عم بينبشوا عن الله بحياته، ما في حدا اسمه ملحد. في شيء إنسان عم بيفتش بمسير التفتيش عن حياته، هود الناس بيزيد تفتيشهم عن الله، بيكتشفوا أكتر، بيعرفوا أكتر، بحبوا أكتر، أو حتى بيصير أو بيصير ردة فعل سلبية. لأنه بس عم نحكي عن حالة إلي هون إنه هو زاد إيمانه هون، بكل بساطة لا زاد إيمانه لأنه فهم سر ألمه، فهم سر وجعه وقبل سر وجعه. القبول شغل كتير مهم بالحياة، الإنسان ما بيعرف يقبل الألم ما بيقدر يروح لبعيد. صعب الواحد. نعم. يقبل الألم، يعني عم نحكي عن قبول الألم، قبول شيء كتير كتير قاسي يعني. نعم. يعني أوكي نحن عن جد عم ننظر. نعم. بس لما الواحد بعيش هالتجربة، أو نقول دايما هلأ لا سمح الله أنه ما بدنا نعيش هالتجربة،
يمكن كل اللي عم نعمله هلا انه احنا نقدر ناخذ دعم او نعم. نعطي دعم لكل الناس يلي عايشين هالتجربه او اللي ممكن تصير معهم هيدا الشيء. ولكن هون قبول الالم من خلال انه نعرف انه اللي صار معنا نقدر نستخرج منه الخير مش الشر. نعم هون نعم. اذا بتسمح لي على الصعيد النفسي انا بحب على طول يعني كمان لنستقم من العلم شو بيقول نعم. العلم على الصعيد الاعاقه. الولد لما بيخلق بيفتكر حاله قادر على كل شيء والإنسان بيكبر باعتقاده قادر على كل شيء عرفتي؟ فمع العمر بصير يكتشف أنه أنا ماني قادر أحصل على هالشغلة اللي بدي إياها وقت اللي أنا بدي. في مجتمع بيكتشف أنه في حدود لرغباته أنه في قوانين بتحطه بكاد. بيكتشف مع العمر أنه حتى الشباب بده يروح حتى الصحة وهذا الشيء اللي نحن طبعا ما منشوفه بعمر الشباب. نفتكر أنه حنضل شباب لعمر 70-80 سنة ونعمل ثورة فما منفكر. إذن الإنسان عنده مشكلة كتير كبيرة نفسية هي الحدود يلي ما بيكون إشاعة. لما بتوقع الإعاقة بتصفي هي محفز بصير يقلك أنا هيدي كأنه إجتني تجربة. عم نحكي عن تجربة إنه صار في حدود لهالقدرة اللي عندي فبيروح بفتش عن قدرة تانية. كيف المي بس تكرج بالنهر وبتحطي لها سد بدها تروح تكرج من مطرح تاني. هيدا الشيء اللي بيساعد الإنسان إنه يستمر. عرفتي؟ نعم. ضيوفنا خلونا نتوقف مع فاصل آخر بحلقتنا من بعده بنتابع مشاهدينا حوارنا لليلة. منتابع مشاهدينا مع القسم الثالث من حلقتنا لليلة. دكتور ماري أنش كنت حكيتي سابقا أنه ضروري نربي أولادنا على التفكير الإيجابي لأنه التفكير الإيجابي ما بيخلق هيك فجأة مع الإنسان لما يصير عنده صدمة معينة أو يتعرض لحادث معين. أنا راح أطرح سؤالي عليك بطريقة مختلفة، مش لازم كمان نربي أولادنا على توقع الأسوأ بحياتهم؟ لكن التطرف منه منيح بالميلتين يعني لا بيسوى نحميهم ونحطهم بالبيت وممنوع يظهروا ممنوع يتعاشروا ممنوع يتعرضوا لمشاكل وممنوع. طبعا الممنوعات الكتيرة ما بتعمل ولد قوي. الممنوعات بتعمل مثل الولد بتعطي كتير طعومة شيء اقل ميكروب رح بيهزه لانه منه معود بقى على الميكروبات. انتبه الولد اوقات لازم يتعرض انه ياخذ شويه فيروس ولو جسديا سخن شوي بس نكون عارفين انه رح يرجع بمناعته الداخليه بايماننا بمناعته الداخليه قبل ما ندخل اي ايمان روحاني انه هو بيقدر يقوم. هل المناعه الداخليه نحن كاهل مسؤولين عنا بالتربيه؟ طبعا 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 نعم. اكيد لانه الاهل هن يعنوا بشان الطفل يعني ما فينا نحن نحط الولد بمحل بمعزل عن اهله وهيدي انتبه الولد حتى بيقدر يتشربها من اهله نعم. يعني لو ربيته انا لابني يكون ايجابي وانا حدا نقيق كل نهار تلقائيا يعني بدأ ينعكس عليه 95% من الشعب اللبناني حيتشرب هو النق نعم. دونك انا لازم اكون عم بعطيه بحياتي اليوميه نعم. ايجابيه معينه ليقدر هو يتشرب هيدي الايجابيه. اذا اكيد بالتربيه بتجي هيدي الخبريه واكيد على الاهل انه يقووا المناعه الداخليه. برجع بقول لك شغله اساسيه هي ما بتعني انه ما يظهر يتعرض لمشاكل واوقات مشاكل كثير ممكن رسوب بالمدرسه يعني كثير دقيقه وصغيره بس الاهل ما بيتقبلوها. هذا اللي كنا عم نقول عنه كمان تحت الهواء الكمال. نعم. احنا كثير بنحب نكون كمال بكل شيء لازم يكونوا اشطر شيء واذكى شيء واجمل شيء واهذب شيء. نعم انه لا لازم نقدر نتقبل انه الولد منه كامل منه بارفي نعم. ولو بل هي نرجسيه عليا نحن نفتكر انه فينا نوصل للكمال لانه ربنا هو الكامل نحن نعم. يعني نطمح لنوصل له بس ما فينا نوصل له. وكمان تحت الهواء كنا عم نحكي شغله حلوه انا حبيتها من نادين لما قالت انه مثلا طب ليش بنحط القلم انه واجب ولازم كل واحد منا وليش هيدا الشخص ومش هيدا. وكثير مهم نركز على هيدي النقطه لانه كل واحد منا حامل وجعه وهيدا الشيء هلا كثير بهيدا الحلقه ضروري الناس تعرفه. مش انه بس صاحب الاعاقه حامل وجعه، في ناس كان عم بيقول الابونا عندهم اعاقه نفسيه. نعم. مين بيقول لي انا انه البخيل مثلا او اللي بيلعب قمار او اللي بيسكر او بياخذ مخدرات مين بيقول لي نعم. انه هيدا المه مش اكبر او اصغر؟ هيدا ألم وهيدا ألم وكل إنسان بحياته في ألم في وجع وكل إنسان قديش هو بيقدر يتحمل من هيدا الألم بيتعرض للألم. عرفتي؟ يعني هي علاقة ما بين صحيح. الوجع والشخص. نعم. دكتور نادين تحت الهواء ما كنت موافقة الأب فادي على نقطة معينة بهمني ترجع تسألي عنها. كنت عم أقول
انه انت يعني خلال الحلقه حضرتك قلت انه الله بيسمح بالوجع وبالالم. انا شخصيا بحس انه او بامن انه الله ما خصه، الله مش بيعطي الم، ما بيوزع الارزاق، انت بعطيك الم وانت بعطيك فرح وانت بعطيك مصاري وانت بعطيك ما بعرف شو. هول اشياء من طبيعه الحياه، سي لافي، هي الحياه بتقدم لنا كثير قصص، تاخذ منا قصص وبتعطينا قصص، تسفقنا كف من هون، تبوسنا بوسه من هون، كل شيء بوقته حسب الظروف، حسب الحاله، حسب العمر، حسب المعيشه، حسب كل الظروف اللي حواليك بتتجمع تتكون انت بها الوضع المعين. بس الله اسمح لي فيها خصو، انا مؤمنه، بس خصو او ما خصو بالالم لا، الله يعني اذا بدنا نفكر هيك معناته انه الله ظالم. نعم. طيب انه اذا عم بيعلمنا او عم يعطينا امثوله من خلال هالشخص انه يكون اعمى او يكون مكرسح، تعلم وشوفوا قد ايه ممكن تكونوا قوية، لا هيدا بخلينا نفكر هذا نوع مش من ظلم، انه ليش هالشخص مش شخص اخر افادي؟ انا بقول ما خص الله. هودي ناس مختارين، هودي ناس مختارين، كل انسان عنده دعوه مميزه بهالحياه. نعم. انا بس قلت هلا رح ارجع لهالموضوع، انا بس قلت انه يسمح بالالم مش معناتها هو عم يعطيني الالم. اوكي، في فرق بين انه هو يعطي الالم. بس لما بتقول يسمح هل بيمنع؟ بيستفيد منه. هل بيمنع؟ هل عم تقولي بيسمح بس هل في يمنع؟ انا مشان هيك بشيل الله على جنب، بعتبر هولي اشياء حياتيه بتصير معنا. هذا بمنطق الله، انا ما في يفوت بمنطق الله تعرفه هو. يعني هو كمان كان احنا عندنا حلقه عملناها انه كمان الله ليش ايام مثلا بحادث معين ناس بتموت وناس بتنجح، ليش ناس بتنعطاها فرصه ثانيه وناس لا؟ يعني هون يعني موضوع حكمة كمان الحياة. أنا نعم بشوف، ما بعرف، انا بشوف حكمه الحياه، يعني الله محبه، الله بيعطينا الحياة انه نحن نعيشها، نختبر الحب، كل شيء حلو بالحياة هو من الله، بس مش معناتها كل شيء وجع وألم واشياء سيئة كمان من الله او من الشرير، هي طبيعة الدنيا. نعم. بكونتكست الحلقة او محور الحلقة بنحكي كثير على الإعاقة. نعم. وحاولنا نربط شوي الإعاقة بانه هو ربنا يمكن بيسمح فيه. اوكي. بس اكيد بالحياه في كثير اشياء حلوه. نعم. يعني ما بدنا نتوقف بس عند الاشياء اللي منا حلوه بالحياه، مع انه في ناس بيعتبروا انه اعاقتهم. نعم. هي شغله حلوه بحياتهم، هي شغله خلتهم يكتشفوا. نعم. ويكبروا وينمو اكثر ويتقربوا من ربنا اكثر بمسيره المهم. ساعه اللي ربنا بيسمح بهالالم هيدا، برجع بركز على الفكره، مش معناتها هو عطاني اياها الصليب. نعم. ده. على كل أبفادي بفقره المواجهه محضرين لك خمس اسئله روحيه ورح نتناول تحديدا ليش الله بيسمح. حضرتكم ولا في كم سؤال اعطتنا اياهم الدكتور، ليش الله بيسمح وهل هو عقاب وليش ناس لا، وقد ايه عمل الشيطان كمان بيلعب دور بهالمساله. ولكن هلا خلونا نتوقف مع اخر تقرير بحلقتنا لليله عن مايكل حداد، سوا بنشوف شو صار معه. كنت صبي عم بلعب، بعدين بتوعي على ابيض ومستشفى وحكمة حواليك، يعني هدول عم بعطيك هالجلمبسات، بعدين انه بيجيك الاند ريزالت انه خلص هيدي حياتك، يو هاف تو بي سترابت اون ا ويل تشير، يعني بدك تقعد على كرسي مربوط فيها لان ما فيك تتحرك. بعمر الست سنوات مايكل حداد تعرض لحادث غير له مجرى حياته ووضع نقطة نهائية على نص الطفولة والشقاوة واللعب ليلاقي حاله تحت إمرة الكرسي المتحرك غير قادر على الحركة كونه أصيب بشلل بنسبة 75% بجسمه. بغفلة هو وبي عم يربط الجاتسكي، كان هيك عم يخدني، دارت معي وفت بحيط المارينا، صار معي شلل على الفقرة الرابعة والخامسة. أنا قررت بدي ألعب، حبيت ألعب، وقررت إنه لا، إذا بدي ألعب وأحلم بهذا الشيء بدي أشتغل على حالي. أنا هلأ بلبس جهاز تقويمي، ببلش من فوق بينتهي لتحت. بالنسبة لمايكل، الحياة ما قبل وما بعد الحادث غير قابلة للمقارنة، باعتبار أنه كل إنسان عنده رسالة على الأرض، وأنه الله أعطيه الوزنة اللي بيعتبرها البعض ثقيلة كونه قادر على هالحمل. أنا بحس أنه لا، ما في شيء أنه تغير بحياتي وصار معي تروما وتغيرت. اكتشفت أنه لا، في ميشن، يمكن أنا ربنا أكيد ربنا اختارني كرمال، لأنه بيعرف أنه أنا فيني أعمله، بقدر اتحمل هذا الحمل. وكثير مبسوط بحياتي، يمكن خسرت شوي من جسمي بس يمكن صرت اشعر اكثر،
وبحب انه اشعى اكثر، انه واحد بيخسر شوي بس بيصير يشوف اكثر، لو خسرت 75% بس صرت اشعى 3% زياده. سو this is the blessing، يعني هيدي النعمه المضبوطه، خاصه وقت واحد يبلش يقشع هون. الحقيقه حياتي بتعقد، يعني من اولها لاخرها it's the same. يوميا بيخضع لتدريب رياضي بحدود الخمس ساعات ليحافظ على لياقته البدنيه ويحسنها، وحاليا هو بصدد تعاون مع مغاوير الجيش اللبناني، وفي شهر حزيران رح بيتسلى صخره الروشه على الحبل. بتقول لك انا واقف وعم بمشي قدامك، يعني قالب على المر على الارض 10000 مره ورجع قايم. This is what I mean by training. بس كل مره كنت اشبق فيها على الارض واوجع، بعرف انه وقت ارجع اوقف رح اوقف اقوى مما كنت انا. I'm a different man. تحديت حالي توقفت، كانت تخيلي اول شيء طلعت من الفرشه، ثاني شيء قعدت لوحدي على ويل تشير، ثالث شيء توقفت على هذا الاكزوسكيلتون، ثاني شيء بشخت اول فشخه على اكزوس، يعني هو فيهم كله تكسير على الارض ودوخات واخبار، تمشيت اول فشخه وثاني فشخه ولبدت قد ما بدك، بعدين طلعت على العالم شفت اول درجه، طلعت اول درجه قدرت تخطيت اول درجه، بعدين بتفاجئ انه العالم عم تقول لي انت حرام، انت they are pitying me، يعني عم بيقولوا لي انت شخص معاق وحرام وكذا. قدر يغير حياته وحياة العديد من هم إلى جانبه، وحول الطاقة السلبية لأي شخص مر بحالته إلى طاقة إيجابية، وقدر يدخل روح المنافسة وتحدي الذات عبر العبور سيراً على الأقدام من أرز بشري إلى أرز تنورين. وقت أمشي أنا كل فشحة بحمل حالي مع الويت تبعه الأورفيس، من بعد ما كان المجتمع رفضني، لا صرت كتير عم بكون فرد بناء بالمجتمع، والمجتمع اكتشف قديش نحن فينا نعطي. انا مايكل حداد، مشيت من ارز بشري لارز تنورين. تخيلوا انتوا اللي واقفين على اجريكم شو فيكم تعملوا. دكتور ماري أنج، بدي أتوقف معك عن نقطة مهمة بشهادته لمايكل عن هالإيجابية. شايفتيني عم بمشي بس كنت أوقع 10000 مرة لأقدر أوقف، وكل مرة كنت أتوجع فيها أوقف وقول أنا رح أكون أقوى. صحيح، بس بتعرفي نحن مننسى هالطاقة اللي كلنا عنا إياها، مش بس مايكل. نعم. الولد الصغير بيبقى عمره سنة، أنجى 11 شهر، كم مرة بيوقع على الأرض ليوقف يمشي وليتعلم المشي؟ الولد الصغير كمان بيطبش وبيتوجع وبيرجع بيوقف ليمشي، لان بيكون شايف حواليه العالم كلها عم تمشي وبده يعمل مثلهم. نحن كلنا عنا هيدي الطاقه بس بننسيها مع الوقت. بتعرفي من 100% طبعا خانة عم نستعمل 4 أو 5%، يعني شوفي بعد طاقات ما اكتشفناها لانه بنتعود على الكسلنه مع الوقت، وبنصير نتعلم نعمل الاشياء اللي متاحه قدامنا، ولكن لما بتحرميني من هالاشياء مضطرة أنا نمي غير إشياء لضل موجود ولثبت وجودي. فكتير مهم أنه نحن ما ننسى هالأمور ونتطلع فيها طبعا وكأنه شيء يعني بكوكب آخر. حتى أنا حتى أنت حتى كل واحد موجود على هالطاولة، لا سمح الله إذا صار لنا شيء حنلاقي منفذ تاني لهالقوة اللي جواتنا، لهالقوة اللي عنا إياها. إذا هي شغلة الإيجابية بدنا هي قناعة بدنا نآمن فيها. كمان أنا شخص يعني الى جانب العلم متدين الى حد ما، فانا بقول لك وكنت حابه انه تنقال هيدي الكلمه بوقت من الاوقات، انه بلا ربنا بمكان ما على قدر ما بيعطينا تجارب على قدر ما بيعطينا الحلول. نعم. وبجسمنا وبالطبيعه وبكل شيء خلقه ربنا في المشكله وإلى حلها. نعم. من دون ما نلتجي لاي شيء خارج اطارنا. نعم، حتى كنت انا سبق وقلت للافادزي باول حلقه انه الله بيجربنا ولكن بيعطينا منفذ لنقدر نتحمل هيدي التجربه، يعني ما بيحملنا اكثر ما بنقدر. بيبقى عندك مريضين، هذا موجود بالكتاب المقدس يعني بكلمه الله. بالضبط. نعم. يعني بيبقى عندك مريضين مصابين بالسرطان، مريض بيشفى مريض لا، مع انه اثنيناتهم مؤهلين الى حد ما لنفس الحاله وعندهم نفس العلاج، ولكن شخص بيتجاوب بايجابيه وبايمان بحاله وباللي حواليه، وشخص ما بيتجاوب. اذا كثير مهم يكون عندنا الايمان بحالنا، يكون عندنا الحافز الاساسي والاصرار. نعم. وهي هي تركيبه الشخصيه اللي عندها يعني نوع من اوبسيسيونيل، بتبقى عندها نوع من انا بدي احصل عليها وبدي اوصل.
بينما شخصيات تانية ما بيكون عندهم هالإسراف. دكتور نازمة تتوقف معك عند لما تفاجأ لما كانوا يقولوا له حرام، وقديش نظرة الشفقة من قبل المجتمع يعني تنطبق على شخص مثل مايكل قدر فعلا أنه يتخطى الإعاقة؟ هو المجتمع اللي عايشين فيه هو كارثة بحد ذاته، ابتداء من الدولة ووصولا إلى التربية من نحن للأطفال من هن وصغار. فهيدا موضوع إذا ببلش فيه أنا شخصيا ما بود بخلص. بموضوع يعني أول شيء مدارس غير مؤهلة، شخص بده يروح على مكان وما بعرف قد ايه قليل وقد ايه موجودين حسب الحاله، قد ايه مكلفين اساسا، المدارس ما بيستقبلوا اساسا، ما بيستقبلوا ذوي الاحتياجات الخاصه، ما في دمج بعد، نعم. يعني بهمشوه صحيح. وصولا لغير اشياء كثيره بالمجتمع، نوصل لمطرح اللي هو ابسط شيء مطرح حرام، شفتي كيف هو؟ اوكي ما ضروري تفرجيه لهالشخص، انت بتتعاطف معه وبتتعاطف مع الحاله، بتزعل، بس ما ضروري نفرجيه انه هو مختلف عنا وبالتالي نحسسه انه نعمل له اعاقه. نعم. بعدين هالشخص اللي عنده اعاقه ومختلف عنا كان ما بيختلف عنا بشيء، كل واحد منا عنده ضعف معين وعنده اعاقه معينه وعنده نواقص كثير وعنده يمكن اوجاع كثير والام كثير ومصايب كثير يمكن ما بتبين بالشكل الخارجي ولكن داخليا، مشاكل داخليه ما بتخيلي قد ايه كثير ناس مخبايه بحالها. طبعا اهم شيء بس نكون باي حاله ان كانت اعاقه جسديه او اي شيء، نوقف 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 نفكر بالمشكله، بلش نفكر بالحلول. بس نبلش نفكر بالحلول يعني انتقلنا لشيء نص المشكله بتكون قطعنا الصوت كبير. نعم. دكتور ماري أنج بدي اتوقف معك عند نقطه اخيره بهالقسم، وهي يعني قديش نظره الشفقه بتحد منه لهالشخص، وقديش كمان نظره المجتمع ممكن توقف عائق امام تقدمه. صحيح. بدي ارجع على مثل الولد الصغير اللي بيقلب على الارض، بس يقلب على الارض اذا ركضت عليه امه يي اصحى يا حبيبي يا عمري يا قلبي، شو بصير في الولد؟ بيقعد بصير يبكي، بيقول لك يي انا ما رح اقدر اقوم. اذا بتطلع في امه وبتقول له يلا قوم ورجع جرب، برافو، بتزقف له وبتزقف له، شو بيعمل؟ بيرجع بيوقف وبيمشي. سو نظره الاخر كثير. نعم. بناءه. نعم. وفيها تكون كثير محطمه. نعم. الشفقه عم نقول له للشخص اللي عنده مشكله انت غير كفو وغير قادر، وانت منحدلك طموحك على الاعاقه تبعيتك. كثير مهم ما نحد الشخص باعاقته. يعني لما طفلك عادي عم تربيه وعمل سلوك عاطل ما بتقولي له انا ما بحبك، سلوكك غلط بس. نعم. انا بحبك. نعم. يعني ما نحط الشخص اكيفالون للاعاقه تبعي. نعم. معالجه النفسيه افادي، بدي اعتذر منك بس ما بقى عندي وقت، رح ارجع لك بفقره المواجهه. المعالجه النفسيه والمرشده الاجتماعيه دكتور ماري أنج نهره مرعي، بدي اشكرك على حضورك المميز معنا بحلقتنا. تسلمي. دكتور نادين فغالي، حليتي ضيفه مميزه ببرنامج نقطه على السطر، بدي اشكركم مره جديده. مشاهدينا بعد الفاصل تابعونا بفقره المواجهه، انا والافادي جندح. وصلنا هلأ مشاهدينا لفقرة المواجهة، ومثل ما صرتوا تعرفوا بها الفقرة رح نطرح على الأب فادي جندح خمس أسئلة. أب فادي رح أطرح على حضرتك خمس أسئلة، معك 30 ثانية للإجابة على كل سؤال. بالوقت المتبقي لك من 30 ثانية بدك تعطي المشاهدين إجابات مقنعة. لحظات ومنبتدي. السؤال الأول، إذا كان كل اللي منعيشه بعلم الله، شو هي الحكمة برأيك من الإعاقة المفاجئة؟ الحكمة من الإعاقة المفاجئة هي إنه اكتشف أكثر وأكثر وجود الله بحياتي، لأنه في كتير أشخاص من خلال إعاقتهم بيقدروا يمكن يكتشفوا الله، لأنه بيكونوا بفترة من الفترات بعيد كتير عن الإيمان، فربنا بيسمح بهالألم هيدا تيكون عم بيقربون منه أكثر تيقدروا يوصلوا لعنده أكثر. بيقدر الشيطان أنه يأذينا روحيا، ولكن هل بيقدر أنه يأذينا جسديا؟ في كثير أشخاص بينوضعوا تحت تأثير المخدرات أو تحت تأثير الكحول، وهيدا وبيأذوا حالهم بحادث سير أو بيحاولوا ينتحروا تحت تأثير كل هالمواد هيدي كالمخدرات أو الكحول، وأكيد هون الشيطان هو بيكون عم بيساهم تنكون عم ننأذي جسديا. لما منطلب من الله أنه يجنبنا الأسوأ بالحياة، هل هالشي بيعني أنه عم نتحدى إرادته
ومخطط لحياتنا؟ إذا بنطلب من الله أنه يحمينا هذا أمر كثير طبيعي، لأنه نحن بحاجة لحمايته وما بنقدر نعيش نحن بلا حماية الله. كرمال هيك كتار من الأنبياء بالكتاب المقدس صرخوا له وعيطوا له، هذا أمر كثير طبيعي لأنه نحن بحاجة له. حياتنا مرتبطة بحياة الله يلي هو وحده قادر يعطينا إياها. شو بتقول لشخص اعتبر أنه الله تركه لما سمح أنه يصاب بإعاقة مفاجئة؟ بدله لهذا الشخص ارجع افتح قلبك، لأنه مجرد أنك تفتح قلبك بساعتها قادر تستقبل كتير نعم وقادر تختبر وتكتشف وجود الله الحقيقي. ربنا اليوم بحبك أكتر من أي يوم، وإذا اليوم أنت منك قادر تقبل إعاقتك تطلع فيها بنظرة الله، شوف الله هو كيف بيطلع فيك، كيف بحبك هو، ساعتها أنت بتقبل إعاقتك بتقبل حالك. هل ممكن أنه تكون الإعاقة المفاجئة عقاب من الله؟ الله ما بيعيب، إلهنا هو إله محبة، هو إله رحمة، هو إله سلام. الله ما بيعطي شيء للإنسان حتى يحبطه، حتى يهده، حتى يكسره، إنما الله إذا بيسمح بهالشيء حتى يرفع الإنسان صوبه أكتر وأكتر. الله منه إله بعائب، الله إله بحب. بهالرجاء لكل المشاهدين انه الهنا اله محبه، بدي اشكرك افادي جنده على حضورك المبارك معنا بحلقتنا لليله من برنامج نقطه على السطر. مشاهدينا، الله محبه ومحبته بفيد علينا بايام القوه وبايام الضعف. اتكلوا على الله لو شو ما كانت الصعوبات اللي عم تمروا فيها، لانه هو طلب انه نرمي عليه اتعابنا. الرب قوي وقوتنا نحن منه، مهما كانت الاعاقه كبيره ومهما خلتنا نشعر بالعجز، العجز الحقيقي بأنه نضيع طريق الله. تكلوا على الرب يسوع وهو أمين ما رح يتركنا. حلقتنا لليلة انتهت مشاهدينا، أنا بشكر متابعتكم وإلى اللقاء الأسبوع المقبل بحلقة جديدة. تصبحوا على ألف خير.